مباراة الميرينغي ريال مدريد وخطافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، لكي تشاهد المباراة مالك فضل لطات بسرعة وشراب بقناة وشكرا لكم مسبقا، ملعب الذي سوف يستقبل دي المباراة ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد، توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الثالثة والربع بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والربع بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. اما القنوات الناقل المباراة قناة بيهن سبورت وحيد الناقل حصيد المباراة القوية تجدون ربط في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بيوك القناة بالقناة وتفعيل خاصة تسعد اللي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضربكم موعيد في موعد قادم